كأس سيد صاحب السمو رئيس الدولة وسجل فيه هدفين. فابيو ليما يتقدم، ليما في محاولة أمامية ما زالت الكرة معاه، فابيو ليما ما زال يحتفظ بكرة بيحاول يمر عداب مر تقدم خطيرة فابيو خطيرة ممكن جول. الله على كرة كرة بتضيع حلوة خطيرة كانت، لعب فيها وعمل فيها مجهود كبير مجهود كبير فابيو ليما. شوف من كم لاعب مر كيف احتفظ بهذه الكرة كيف مرر هذه الكرة بعد ذلك عدى بشكل سليم أخذ اللاعبين واحد واحد. فابيو ليما هذا الذهب اللي ما يبيعونه يا رياض الذوادي، هذا ما ينباع ما ينباع. لاحظ اللقطة وكيف المرور في هذه اللقطة وكاد أن يصنع هدف جميل، لو كان صنع هذا الهدف لكان ممكن يكون أفضل اسيست ربما في بطولة الدوري حتى هذه اللحظة.